ارتياح كبير أبداه مستعمل الطريق الوطني رقم 21 الذي يربط مدينة عنابة بالطريق السيار شرق غرب بعد إعادة توسيعه وتأهيله إلى طريق ازدواجي. الحمد لله راح يوجدوا لنا طريق جديد، هذه دوبل فوا راح تولي كما نقولوا احنا تنقص من الحوادث. 20 دقيقة كما نديروا الظروف البلاد. بكري باش تلحق يطلعك الضغط. أو جا الطريق، جا مشروع ولا حاجة ملاحة، هذه حاجة ملاحة اللي تديرها، حاجة ملاحة لور طرق. داروا الطريق هذه نعمة، والله نعمة. الأشغال على مستوى هذا الطريق الاستراتيجي الذي يربط مدينة عنابة بعديد الولايات المجاورة تسير بوتيرة متسارعة. هذا الشطر الأول من ازدواجي الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين عنابة وقلمة في شطره الأول. وقد كانت مدة الإنجاز 16 شهر وقد قلصت إلى 12 شهر. المشروع حاليا راه في تقدم، خاصة بالنسبة للشطر الأول راه في تقدم الحوض، يعني لا بأس بها، نقدر نقولوا باللي راه تجاوز 70%. بالنسبة للشطر الثاني كذلك تجاوز 50%. بدورها تحرص السلطات الولائية على تجسيد المشروع لتسهيل حركة المرور من وإلى ولاية عنابة. فيما يخص قطاع الأشغال العمومية، فالمنفذ الوحيد اللي كان لازم باش نربطوه مع طريق السيار شرق غرب، وهو الطريق اللي يربط ما بين الحجار وعين الباردة، واللي راه يمشي طريق الوطني رقم 21 راه يمشي بوتيرة جد حسنة، واللي إن شاء الله سينجز قبل الأجل تاعه. مشاريع عديدة تم إنجازها وأخرى مبرمجة للانطلاق في قادم الأيام جعلت من عنابة ورشة مفتوحة.